ترجمة
جيد، واحد جيد للاسف في الزراعه العربيه، فدخل اوضه التقرير بس ربنا عوضني بقى مرات كفر الشيخ والمنحه والتعليم. ورجعت بقى يعني طبعا ايه لغايه ما بقيت استاذ، وبقى شو طايق وعامل لي مدرسه وكده اهو. فانا طبعا هوايتي القرايه، يعني ايه احب اقرا كتير في الحاجات الزراعيه، واطلع دايما جنب القاموس تحت ايدي وبتاع. فده افادني لغايه ما بعد ما بقيت استاذ بقى ابتدت الناس تتجه لي عشان تكتب الرسائل. فالحمد لله حكمت يمكن لمعظم الناس اللي اتخرجت، حكمت لغايه اول امبارح يوم الاثنين اللي هو اول امبارح، كانت الرساله رقم 281. ما شاء الله ما شاء الله. منهم ماجستير يعني اكثر من نصهم دكتوراه، وبقى ماجستيرات في جميع المعاهد وكليات جمهوريه مصر العربيه. واكتسبت بقى السمعه من كده ان انا بخلص وان انا دقيق واني وحضرت بقى عملت يجي 100 كواليفاينج في كليات مختلفه، وحكمت مئات البحوث للناس كده هو يعني بصفه عامه بعتبرها طبعا. والفت طبعا كتب في النباتات الطبيه وفي الزينه، يمكن الكتاب الوحيد اللي عن التداول في الزينه هو بتاعي اللي موجود في السوق. وبعد كده اشتركت مع واحد الله يرحمه في تاليف كتاب عن السموم النباتيه، فحددت بعض النباتات السامه وايه سميتها ايه عشان الناس تاخد بالها وتستعملها. ثم عملت بعد كده كتاب عن استخدام مياه الصرف في الزراعه، والاثنين دول طبعا ايه ما كنتش بلجا لمكتبه اكاديميه مكتبه تنشرهم، لان النشر في العدم بياخد حق المؤلف. بعد كده اتجهت بقى ان انا اعمل سلسله من كتب النباتات الطبيه والعطريه. نجحت المكتبه الاكاديميه بقى في الدقي، وعملنا عقد وبتاع، وطلعت الجزء الاول، لان انا حسيت ان الناس في المجال ده في كتب الناس طبعا مش عارفاها، فيها معلومات قريبه من الستينات. زي كتاب جانتر ستة فوليوم، وكتاب اسينشال اول كروبس، وكتب اخرى في النباتات الطبيه. فابتديت اترجم الكلام ده على اساس يفيد الناس، وابتديت المكتبه الاكاديميه طلعت الجزء الاول في اول سنه 99 سنه 19، ودلوقتي في الطريق الجزء الثاني سلمته للمكتبه، وهيطلع الجزء الثاني ان شاء الله. وطبعا شغال في الجزء الثالث، لان طبعا دي هوايتي. هوايتي ان انا ايه اقرا واترجم وكده اهو. وبعتبر يعني بحكم للناس وبرشد وبتاع، عضو جمعيات علميه طبعا، جمعيه فلاحه البساتين، الجمعيه العلميه للزهور والنباتات الزينه تبع الدكتوره بشرى هنا في المركز، وكتير بيحكم كتير بيبعتوا لي بيبرز واحكمها واردها من تاني يعني كده، كنوع من الثقه يعني. تمام. لا حضرتك يعني الثقه يعني حضرتك عارف جميل على الراس يعني، ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يخليك، متشكرين جدا. حضرتك من مشوارك الطويل ده تقول ايه للباحث اللي لسه مبتدئ او اللي داخل طريق العلم او البحث العلمي؟ اقول له اقرا 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 لغايه ما تموت من القرايه، واستفيد من كل حاجه، استفيد من كل حاجه. انا كنت لما كنت استاذ مساعد كان في واحد في كفر الشيخ ماسك المجله. تمام. ماسك مجله كفر الشيخ. تمام. المجله العلميه يعني اللي بتنشر ابحاث للناس. فكان بيصوبني ان انا ايه اودي بحوث في القاهره وعين شمس والازهر، باعتباري قاعد من سكان القاهره. تمام. اودي بحوث تتحكم. فكانوا المحكمين يندهوني وفي مجالات مختلفه مش في الزي
الزينه بس. ايوه. فكانوا يندهوني ويقولوا لي قول للباحث كذا كذا، قول للباحث كذا كذا. فاستفدت الخبره دي كلها من ايه؟ من احتكاكي بالمجله. كنت بعتبر ما كنتش بتأفف ان انا اروح المشاوير دي كلها وبعربيتي وبتاع. ليه بقى؟ لان انا كنت بعتبرها دي تكمله رسالتي العلميه ان انا ايه؟ اخدم الكليه. خاصة احنا يعني كل واحد بيبص لان المكان ده هيديني ايه؟ انت الاول بص المكان ده اديته ايه؟ بالظبط اديته ايه؟ فكنت يعني انا كنت بروح الكليه 3 ايام وبكتب البطان 5 ايام، فكنت بعتبر ان المشاوير بتاعتي دي هي كمان البطان مع سنه ربنا يبارك في القرش يعني. تمام. بس اكثر الصعوبات اللي قابلت حضرتك في مشوارك والله الصعوبات يعني لا تذكر، ان انا كنت بتغلب عليها. يعني الصعوبات مثلا ان واحد ينزل عليك، واحد يحسدك، واحد يقرفك، خدت بالك؟ واحد يعني يقلل من شأنك، وهو طبعا هو قرأت نفسه بقى، بس طبعا ايه مش حاسس بجانب، مش حاسس بجد. انما طبعا ايه كل دي كانت حاجات مقدور عليها. يعني كنت مثلا اقول مقاله او بتاع يقوم ايه تعجب معظم الناس، بعض الناس برضه بيبقى زي الفيسبوك كده يقول لك لا ده مش كده، لا ده كده اهو، خدت بالك؟ فاستفدت انا في مدارس كتيره في البساتين، وده انعكس عليا لما شكلت اللجنه العلميه الدايمه لتدقيق اساتذه البساتين. تمام. في سنه 2004 2008. تمام. وصلت ايه كان اللجنه دي من 15 نفر. كانوا 5 من القاهره و10 من كليات اخرى كنت انا منهم يعني. تمام. فلقيت واحد بيتصل بيا برضه من اساتذتي اللي بعتز بيهم من زراعه القاهره، قال يا دكتور امام اعمل حسابك انك انت امين اللجنه. مقرر اللجنه هيبقى فلان وانت امين اللجنه. تمام. فقال لا اوعى ما يقولوا ترفع ايدك واحنا مرتبين نفسنا على كده. تمام. فدي كانت فرصه ان انا اخدم ناس كتير. الحمد لله في الترقيات والابتعاد والحاجات دي كلها. فالناس انبسطت يعني، وكان مقرر اللجنه راجل فاضل وساب لي السايب بس برضه ايه في حدود، انما كنت ممتاز بهذه الحدود. وكل اللجنه شكرت في نهايه 2008 بعد ما خلصنا اللجنه، والناس كلها خدت انطباع عني كويس في الكليات المختلفه. حضرتك من المشوار ده برضه التحكيم والرسائل والاشراف والتدريس، ايه البحث العلمي في مصر وصل لايه حاليا؟ ايه الجروبات اللي وقع فيها او ايه النواقض، وهل هو النواقض ان احنا الناس ما بتشتغلش. تمام. الناس متحدده بقله الامكانيات. طب ما احنا قله الامكانيات، هذا كلام في الجامعه وفي البحوث. انما قله الامكانيات لا تعوق الشغل. يعني احنا مقبلنا احنا كمصريين على ان احنا نرمي بالحمل على قله الامكانيات. قله الامكانيات دي معروفه وكل الناس بتاخد فلوس عشان تنافس الدكتور والعامل. انا بقى لي 47 سنه ونص في كليه زراعه في الشغل، ما عاوز انفذ تجربه او عاوز انفذ حاجه بدي العامل فلوس عشان يسيب التجربه عشان كده، خدت بالك؟ فدي مش حجة، دي مش حجة. وبعدين لما اتعلمت في سنة 68 الله يرحمه الدكتور طلعت قبل كده علمني حاجة، قال لي أنا عايزكم إيه لما تيجوا تسجلوا في الجامعات تفرض على المشرف الموضوع اللي أنت عايش في مشكلة، تفرض عليه تقول له أنا شايف كذا 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 وعايزين نحل المشكلة دي. ما استناش المشرف ايه يديك موضوع معين او كده. فمشيت على النهج ده، كان راجل فاضل
وتعلمت منه في ظرف 6 أسابيع حاجات كتيرة جدا. وكان راجل فاضل ومحترم الله يرحمه، وكان المعهد ساعتها له صيت جامد في وجود طلعت البكير الله يرحمه. وبعدين كان من الحاجات الجميلة فيه برضه إن هو بيربي كوادر، ما كانش يبص على إن إيه، كان يعمل هنا يدرب فرقة التقليم، فرقة جامع سمار، فرقة تسبيح، فرقة ما أعرفش إيه، ويبعت الفرقة دي للمحطات تعلم الناس اللي هناك العمال اللي هناك إزاي يجمع، إزاي يعمل، إزاي كده أهو. فقال إيه؟ انا عايزكم تنفضوا الغبار والبتاع اللي في البتاع دي اللي في المعامل وتشتغل. فكانت نصيحه غاليه الحقيقه من الراجل ده، فاثر فيا كتير رغم ان انا قعدت معاه فتره بسيطه. وبعد كده بقى ايه المرمطه بقى في الايه بتاعت زمان، المرمطه بتاعت زمان ايه؟ انك انت تروح وتلقي الريفيو وتكتب رسائل، ما كانش فيه كمبيوتر ولا فيه كلام من ده، انما كنا ايه بنجاهد. وكنا النهارده ده قلت ايه بحث، خش المركز القومي مكتبه المركز القومي او مكتبه الكليه، طلع لي بحث عن حاجه فلانيه ما اعرفش، كله على النت، كله على النت وخلاص. ان ما اعرفش اخش مكتبه، ما اعرفش ادور في مرجع، ما اعرفش المرجع ده كم عدد في السنه، الفوليوم ده او المجلد ده فيه كم عدد، وازاي يكتب الكارت، ازاي كل الكلام ده اتعلمته في الكليه وانا طالب. الحقيقه يعني كان تاسيس ممتاز من اساتذتنا الافاضل الله يرحمهم، ويطول في عمر اللي باقي منهم. وكنا طبعا غرسوا فينا الروح والتقاليد الجامعيات مظبوطه اللي هي غابت دلوقتي. دلوقتي العالم بقى كله عالم مادي، هكسب من دي ورا ايه؟ هاخد من دي ايه؟ حرام ولا حرام مش مهم. فطبعا هذا الكلام لا يستقيم. فدي من معوقات البحث العلمي ان انا بدور على القرش، مش بدور على الايه؟ على الفايده. هفيد المجتمع بايه؟ والمجتمع هيستفيد مني ايه؟ بس كده. طيب حضرتك أكتر رسالة أثرت فيك، أو أكتر رسالة عرفت إن هي رسالة حقيقية أو مفيهاش، أو الأمانة العلمية في مصر بصفة عامة وصلنا فيها إيه؟ والله العملية دي عملية نسبية، يعني من جميع الرسالة اللي ناقشتها دي يمكن 10-15 أنا أقتنع بيهم كويس. تمام. خدت بالك؟ إنما الباقي بيعتبر شغل تقليدي، بس برضه بيحل مشاكل. شغل تقليدي بس بيحل ايه؟ بيحل مشاكل. عشان كده في ناس هنا مثلا بتسالني انا عايز اعمل بحث عن الحاجه الفلانيه، اقول لا ده ايه؟ اتقل بحث. وفي ناس بتقلل من قيمه بحوث هي قيمه. ولا يدرون البحوث دي قيمتها ايه؟ يعني انا بألف كتاب تداول اظهار القطف ونباتات الزينه، كان جاب لي واحد من المنصوره بحث عن انواع الميه اللي ممكن نستخدمها كبديل للميه المقطره او الميه من زعر الايونات على سبيل انها مكلفه. فعجبني البحث جدا، جاب لي ميه عاديه وقارن بينها وبتاع، فعجبني البحث جدا وحطيته في الكتاب وكتبت اسمه. وبقى يعني بقى حاجه جديده نوع الميه اللي بتتحط في المزاد ايه؟ طبعا الناس تقول لك ده كلام فاضي. وفوجئت بعد 4 أسابيع الاخ ده قدم بحوثه للترقيه. فلقيت واحد من اعضاء لجنه الترقيه بيتصل بيقول لي صور يا دكتور امام، واحد جايبني بحث عن الميه. فقلت له ده كذا طبته كذا، قال لا 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 مفيش كلام فاضي. قلت له ضعيف. انما يعني طبعا ايه العبء بقى هنا ان الترقيات تتم بالتليفون. الترقيات تتم بالتليفون، يا فلان معاك ورق فلان وخد بالك وبتاع وعند تلميذي خلاص كده. خدت بالك؟ ما بتتمش الترقيات بمعايير مظبوطه. مظبوطه 100%. خدت بالك؟
اللجنة لما تجتمع المفروض كل واحد يقول عيوب البحث ايه ومميزاته ايه، وبناء عليه انا اديته جيد اديته مقبول اديته ضعيف. ليه لازم اقول هذا الكلام واللجنة تقتنع وما ما يعملوش تحزبات في اللجنة والامور الشخصية بقى انت عارفها. هو حضرتك يعني اي فكر جديد بيقابل بالرفض. بالرفض اه. تمام؟ فما فيش حد بيقتنع بيه. يعني حضرتك يعني مثلا انا تعرضت في الماستر ان هو كان حتى يعني ان هو ما فيش ريفرنس اللي انا هشتغل بيه. تمام؟ فدي مشكلة. فمش اي حد او مش اي دكتور الريفرنس اللي لو مش على الموضوع بتاعك تكون على موضوع شبيه او على نباتات تانية ما جاش حاجه بستعين بهذا. ما كانش فيه لان مثلا كنت بستخدم مستخلص الصبار البلدي. ما كانش لسه اي حد في العالم بيستخدم الصبار البلدي في ان هو يعمل بيه البذور. تمام. فكانت مشكله كبيره قوي. يعني كل اللي انا لقيته هو تكوين الصبار البلدي. تمام كده. واشتغلت الانسان إيه؟ الانسان ذوي الايمان عدو ما يجهل. بالظبط كده. المراجع موجوده كل حاجه موجوده اللي يدور يلاقي مش خدت بالك؟ دلوقتي الواحد بيقعد على النت وبيجيب لك معلومات ويجيب بتاع والنت مش مظبط في حاجات كتير. طبعا النت مش مظبط في حاجات كتير. طبعا. وبعدين الموضه اللي منتشر دلوقتي النشر الدولي. ايوه. طيب كيف ننشر دوليا ونحن امكانياتنا ضعيفه؟ بالظبط. في البحث العلمي. بالظبط. كيف ننشر دوليا والطالب بتاع الماجستير ده اللي هو مش لاقي حاليا مش متعين او معين مؤقت ومش لاقي ياكل. ايوه. فعشان ينشر يدفع 15 20,000 جنيه. طب ازاي هيبحث ده؟ ولما تبقى عنده النفس ان هو يبتكر. تمام. هو طبعا دي صعوبات في البحث العلمي يجب تزيلها. وبهذا قتلت المؤتمرات وقتلت المجلات المحليه. لان احنا بنجري ورا حاجه ورا سراب. ورا سراب. لان المجلات العالميه لما بتلاقيني انا في مجله محليه عامل بحث قيم بتنشره عندها هي اللي بتاخده. مش انا اللي بروح لها. اصبحت المجالات العالميه دلوقتي بتعمل ايه؟ بتاخد منك البحث وعرفوا عيبنا. تاخد منك البحث وتنشره وعبله. ايوه. وتاخد وهم تاخد الفلوس. بالظبط كده. طيب سيادتك اهم حضرتك لما تيجي تحكي البحث اهم حاجه بتبص عليها ايه في البحث؟ اهم حاجه ان البحث كله قيمه. دي اهم شيء. خيمة علمية ولم يصدق او ما يكونش تكرار لبحث اخر. انما الخيمة العلمية دي اهم شيء. خدت بالك؟ لان انا مرة كنت جايب بحث المجلة من بحث في الاراضي الكلية عندنا وديته للاستاذ كان رئيس قسم الاراضي عشان ايه احكمه. فسيبته للسكرتيرية قلت لها ايه الدكتور فلان لما يجي يقول له هتلاقي بعد ايه؟ بعد اسبوعين هاخد نتيجة البحث. فرحت بعد اسبوعين فقالت لي انا مستنيك تعالى زيك. قال لي بص يا دكتور انت صاحب البحث؟ قلت له لا مش انا تخصص تاني انا بس المتطوع ان انا اجيبه يعني. فقال لي شوف البحث مستوفي الاركان النشر يعني في مقدمة في ماتيريال اند ميثودز في ريفيو في ما اعرفش ايه في ذاتس اند ديسكشن في ريفر كل الارقام دي مستوفية فيقبل النشر. انما البحث غير ذي قيمة. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا سبق وحكمت الناس عندكم وحوش واتنشرت واما جتني في التقرية سقطتهم. لان ايه؟ مش معنى انه اتنشر انه له قيمه علميه. فدي تعلمتها يعني لابد ان البحث يكون له قيمه علميه.
وكل مجهود يشكر يعني، وبيقوم بالباحث برضه يجب ان انا ما احسش بالقنوط او الياس او بتاع، لا كل مجهود يشكر عليه. الاشكال بقى في الفن والدراسات العليا، انا بعتبر نمره واحد اختيار المشرف. نمره واحد لو وقع ايه، لو وقع ورق في ايد مشرف براعة ربنا فهيمشي. لو العكس هيحدث العكس. وبالتالي بقى ايه بقى 50% على المشرف و 50% على الطالب بقى والشغل بتاعه. حضرتك دلوقتي الكل بينادي ان احنا ابحاثنا تكون تطبيقيه، فهل في ابحاث اساسا غير تطبيقيه؟ احنا في مجال الزينه اساسا، مع لو بنتكلم في مجال الزينه احنا انتاج نباتي، كل بحوثنا تطبيقيه. مش احنا ما بنحل بحث مثلا، بيكون عندك بحث او رساله تقوم ايه تدخلها في حته التشريح عشان تعيد الكلام بتاعك. خدت بالك حته في تقدير هرمونات، تقدير ما اعرفش ايه، حاجات من الحاجات اللي ايه اللي بتدي حلاوه للشغل. انما الشغل اساسا انتاج نباتي. انتاج نباتي. طيب الابحاث دايما لما حاليا يعني بقت متجهه لاكثر من محور، في محور بيركز على الميه وميه الصرف الصحي وميه البحر ونباتات الزينه ولازم منه، فراي حضرتك ايه في هذا المجال؟ برضو التسميد، ما له وما عليه، التسميد القديم ولا التسميد الحديث، يعني العمليه اختلفت، فده من الابحاث ومن اللي احنا عايشينه. حضرتك ايه راي حضرتك فيه وازاي نطور فيه استخدام الهرمون في الانتاج؟ والله شوف كل الكلام ده كل فطرة بيبقى ليها حالة تطلع بيسموها موضة. يعني في الستينات والسبعينات كان أستاذ عندنا في القاهرة بيدرس لنا، بيقول لك إحنا في موضة الهرمونات ومنظمات النمو، وبعد كده دخلوا في موضة تسميد الرجل والتسميد بالخميرة والأحماض الأمينية و كل دي مجهودات مشكورة، كل دي مجهودات مشكورة. وبعدين استخدام بها الصرف الصحي يجب أنها طبعا ترقى معالجة أولى ومعالجة ثانية ومعالجة ثالثة، تمام، حتى تستخدم في بعض المحاصيل فقط التي لا تؤكل، التي لا تؤكل بأي حال من الأحوال. يعني إيه؟ الهوهوبا، الجتروفا، النباتات اللي بتطلع منها عجينة الورق، خدت بالك؟ الحاجات دي. طبعا ورد النيل حتى ديت برضه المفروض تكون بمحاذير، لان جميع الاحوال حتى المنتج منها فاحنا بنستخدمه. في الصناعه يعني كلها منتجات، قصدي اوجهها للاوجه اللي هي ممكن ما تضرش بصحه الانسان. غير مباشره او غير مباشره. تمام. وبعدين دلوقتي في الري بالتنقيط والري بالحاجات دي كلها، لابد ان احنا نتجه للحاجات دي عشان نقلل من استخدام الري ونحافظ على موارد المياه الطبيعيه. برضه من الحاجات المهمه برضه الخروع. الخروع بيستخدم كوقود ديزل وطائراته بتاعه ومحركاته، وطبعا ايه بيستخدم في صناعات عند الصابون او خلافه، ممكن ان هو يخش. وبعدين سبب كمان ان ورق الخروع هو الخروع نبات يعني قيم جدا، قيم هو بيتحمل كله، مش عارف قيمته يعني، سواء قريت انا ان الاوراق بتشتغل في مقاومه النماتود، دي حاجه جديده طبعا. برضه من الحاجات المهمه ان احنا يجب ان ندرسها بعنايه نبات القطيفه بانواعه، بانواع مختلفه، ده مقاوم للنماتودة وممكن يزرع بين الخضر عشان يقاوم النماتودة. وكان عندنا مشروع ياسمين في كفر الشيخ، ولقينا برضه فعلا وجود بس لسه لم يدرس، ده عايز دراسه كافيه لمقاومة النماتودة. ممكن ده مع الخروع مع ده كده نتجاوز العديد من المشاكل الزراعيه. تمام. ما نركز
ركزت برضه قوي على ايه؟ موضوع الصوب المغلقه، صوب بلاستيك دي. طبعا ايه؟ الصوب بلاستيك ليها عيوب. وانا طبعا جربت هذا برضه. بتبقى عايز تقوي خاصه غاليه. ولا تصلح تقاوم تيجي للجيل الثاني، ما اقدرش النبات اطلع بذره وازرعها تاني، لا. بالظبط، لازم جيل اول. حشرات، امراض، كل الحاجات دي كلها بتسبب بعض الكوارث البيئيه والكوارث الصحيه للانسان. انا طبعا كنت سالت احد اساتذه المبيدات، فقال لي برضه دكتور امام، لما كان المبيد بيترش في على النبات في الحقل، فكانت الشمس بتحد من سمية هذا المبيد، بتكسرها. فاحنا عايزين برضو ايه، احنا عندنا بلادنا فيها صور طبيعيه، بلادنا فيها جميع الابواب من اول اسكندريه لغايه اسوان. نزرع في الاماكن دي، نزرع في الاماكن دي، وممكن الصور في بعض الاماكن الثانيه، في بعض الاماكن الثانيه اللي تستجيب او خلافه ممكن الصور دي. تمام، خدت بالك؟ زي ما جرينا ورا مشروع توشكا، وسبب فشل هذا المشروع ان درجه الحراره ده تقارب ال 50. فين النباتات اللي هتنمو؟ فين اللي هيزرعها؟ فين اللي هيزرع الكلام ده؟ بالظبط في ال 50 درجه دي. ايوه، خدت بالك؟ ففشل المشروع رغم ان احنا قمنا وصرفنا وبتاع. فيجب ان اي مشروع يدرس بعنايه وباخلاص. العناية والإخلاص. طب حضرتك، نباتات الزينة لها أهمية كبيرة يغفلها الباحثين في المجال ويغفلها المزارعين بصفة عامة، لأن مفيش إرشاد، وزي ما حضرتك شايف إن في دروبات موجودة. تمام؟ فنباتات الزينة يعني هي مش واخدة وضعها في مصر. بالظبط، رغم ان هي اساسا هي حل لكل المشاكل الزراعه في مصر. فهي مش واخده وضعها في مصر، واخده انها ايه؟ بدليل ان حتى الحدائق في المدن بيروحوا ايه؟ اللي بتبقى ايه؟ رئه للمحافظه. تمام. هنا في كفر الشيخ حديقه اسمها حديقه صنعاء، عملها واحد اسمه مرحوم حلمي سلامه، كان من الناس الكبار قوي في الزينه زمان. الوقت كلها بقت عباره عن صالات افراح ومطاعم وكلام من ده، وانتهت المساحه الخضراء، والناس هنا مش مديه اهميه للمساحه الخضراء. المساحه الخضراء دي رئه للتنفس، الاحتباس الحراري اللي احنا فيه ده من ثاني اكسيد الكربون. طب ده النباتات بتمتص ثاني اكسيد الكربون، يقوموا يقطعوا الشجر، يقطعوا البتاع ده. خدت بالك؟ عم عايزين يعملوا في حته منشاه، يروحوا قاطعين الشجره وحاطين ايه؟ مبنى خرساني. المدن الجديدة يبقى نكون فيها ايه؟ برضه حدائق. المدن القديمة تجدد الحدائق. عندنا هنا، شوف انت عندك هنا في المعهد شجرة اسمها البراشيكيتو، اللي هي حط يعني عاملين حواليها بالزفت لغاية حتى ما فيش حتة تخش لها مية. طب ازاي؟ الأشجار اللي ما اتدرستش دي وليها أهمية، ما تدرسش ليه؟ ما تدرسش ليه؟ تمام. ميه الصرف الصحي اللي هي احنا بنقول بتعالج معالجه ثالثه، لكن لا تصلح للاكل، انما نستخدم تكنولوجيا نان تكنولوجي. ايوه. يقضي على هذه العناصر، وبالتالي زي اسرائيل بتعمل، وبالتالي تصلح للشرب. تمام. كخطوه رابعه بقى بعد ثلاث معالجات. النانو تكنولوجي هو تكنيك داخل في مصر بقاله حوالي 9 سنين، فلسه تحت الدراسه يعتبر، لكن هو الاتجاه الحديث في العالم كله. ايوه، النانو. تمام. فايه راي حضرتك في الموضوع؟ ايوه، ما استخدامه كمبيد، استخدامه كتصنيف، بناخذ باساليب العلم الحديثه اول باول. يعني الوقت ايه؟ كان الناس زمان لما تسمع عن ان بستخدم الخميرة أو الصبار في رش النباتات كان ممكن تضحك. أيوه. إنما دلوقتي بقت عادية. أيوه. كبديل للأسمدة الكيماوية أو مش بديل، يعني تغطي جزء من احتياجات النبات، من بدل ما أحط 100% سماد كيماوي. أيوه. لا، بحط الحاجات دي و50%
مقالة التنافس، فيجب ناخذ نأخذ بالتطور والتطورات الأخرى في مجال. هو أولاً يعني إحنا كنا بنستخدم مركبات النانو من غير ما نعرف، لأن مثلاً تراب الفرن بنستخدمه في الزراعة وهو عبارة عن نانو، مركب نانو، لأن فيه كربون نشط فبيسهل امتصاص العناصر الغذائية من التربة. تمام. طيب حضرتك تنصحنا بإيه في النهاية؟ يا الله والله في نهاية اللقاء أنصح كل واحد إنه يشوف شغله مظبوط ويرجع لضميره ويحاسب نفسه ما ينام عملت الحاجة الفلانية صح ولا غلط، رضيت ربنا ولا لا، وإن ما رضيتوش بس أرجع للضمير، إن الله لا يظلم القوم حتى يغلبوا أنفسهم. بس شكرا جزيلا للدكتور، وإن شاء الله نتعرف مع حضرتك في لقاءات أخرى. شكرا.